لا عجب إن فعلت أليكسا فعلها وكست لبنان بالأبيض، فهذا كانون وهذه قاعدته. ولكن على أي قاعدة يستند عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين لمواجهتها؟ هذه خيامهم تشكل خط تماس هش بينهم وبين برد كانون. احنا 13 شخص بالخيمة قاعدين، كنا فوق بعض، احنا 3 عيال قاعدين مع بعض. بردانة. مع مين قاعدة بالخيمة؟ كيف عم تتدفى؟ أنا لحالي، أمي امبارح ماتت. الخيم هنا في منطقة حوش الأمرة في زحلة تبدو وكأنها عائمة فوق الوحول، تعبث بها الريح وتتساقط فوقها الثلوج، وفي داخلها يحرق قاطنون أي شيء في سبيل التدفئة. لا وصلنا بطانيات، لا وصلنا مازوت، لا وصلنا شيء، لحدنا كلهم وصلهم. من خيمة إلى أخرى جالت كاميرا الام تي في، لكن الكلام واحد لدى الجميع والشكوى واحدة لدى كل من وصلتهم المساعدات ولم تكفهم، أو حتى لدى من لم تصلهم أبدا كما يقولون. مسؤولون في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين يؤكدون للام تي في أن توزيع المساعدات الخاصة بالشتاء كانت قد بدأت منذ تشرين الثاني الماضي، ولا سيما في المناطق المرتفعة حيث تسلم 125 لاجئا عددا من الحاجيات كالثياب مثلا والبطانيات والشوادر، كما وزعت على 45 ألف لاجئ قسائم شرائية لتأمين المازوت. وحاليا تواصل المفوضية جهودها لتأمين مساعدات إضافية بالتعاون مع الجيش اللبناني في غياب أي قرار سياسي لنقل اللاجئين إلى أماكن أكثر دفئا وأمانا.